صباح الخير لكل مين قرر انه يتابعنا ببرنامج صباحنا غير على الاخباريه السوريه. مثل كل يوم نحن صباحنا بيكون كتير حلو ومميز. اليوم حنحكي عن الطب البديل والتكميلي، وحنحكي عن سفراء الفن السوري في بيلاروسيا، كيف كانت سفرتهم اكيد مع قائد فرقه جون لونا، وبالاضافه اكيد حنحكي عن الهندسه الديكور مع مهندسه الديكور لنحكي شو الموضه وشو القمايش اللي هلا نحن بدنا نحطها بالصيف او الشتاء، شو الموضة 2019. اكيد صباحنا كتير مميز، ودائما ابدوا صباحكم بابتسامة، ابدوا صباحكم بطاقة ايجابية، وصباح الخير يا سالي. يسعد صباحك سمر، اكيد صباح كل مين انضم لنا. صباحكم مشاهدينا اكيد ما بيحلى الا برفقتكم، حضروا فنجان القهوة لنكون معكم بمواضيع عديدة ومتنوعة. كل يوم عم يكون لنا وقفة بمحور معين اكيد بحقق الافادة لكم. تحيتنا الأولى والدائمة لحراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري، أكيد نوجه لهم كل التحية وكل الحب على جميع الجبهات. فاصل صغير ومنبدأ. صباحنا صالح، هنبتدي مع مجموعة من الأخبار المنوعة، خلونا نتابع مع بعض. أولى أخبارنا المنوعة لليوم نبدأها بدراسة جديدة بتشير إلى أن ممارسة التمارين الرياضية في منتصف العمر تقلل من خطر الوفاة المبكرة حتى لو لم يكن الشخص نشيطاً طوال حياته. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين مارسوا التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف الساعة في أسبوع قللوا من خطر موتهم لنحو 13 سنة قادمة. وخبرنا الثاني لليوم عن دراسة جديدة تشير إلى أن الأطفال مولودين لأمهات يعيشن في مناطق ملوثة قد يصبحون أقل ذكاءً. ووجدت الدراسة أن التعرض لجزئيات صغيرة من تلوث الهواء في الرحم يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ لدرجة أنه يضعف معدل ذكاء الطفل. وخبرنا الأخير لليوم عن دراسة جديدة بتقول أن النساء اللواتي يعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن ذوات جسم التفاحة يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وأن السبب يعود إلى تخزين الدهون حول أعضاء الكبد والبنكرياس حيث تطلق مواد كيميائية ضارة في الدم يمكن أن تسبب أمراض القلب. سمر مثل كل يوم معلومات غريبة وجديدة ضمن هالتعلم. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نتذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأن آلام الظهر عادةً ما تتصل بالجفاف، ولهذا من المهم أن يحافظ كل إنسان على شرب الكمية التي يحتاجها وهي لترين يومياً؟ وهل تعلم أن الأشخاص المولودين في الأشهر الباردة يتمتعون بأعلى معدل جاذبية وذكاء وجمال؟ وهل تعلم أن الأشخاص الانطوائيين الذين لا يحبون الاختلاط مع البشر يسجلون دائماً أعلى معدلات الذكاء وغالباً ما يحققون إنجازات عظيمة؟ وأخيراً هل تعلم أن مضغ نفس نكهة العلكة التي كنت تستخدمها أثناء المذاكرة تساعد على استرجاع المعلومات
أثناء الاختبار. مجموعة من الأحداث شكلت عبر الزمن حكاية يوم الثالث من تموز، خلونا نتابع مع بعض. اليوم 3 تموز، عبر الزمن وسنين شهدها اليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1886، المهندس والمخترع الألماني كارل بينز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري منذ اختراعه. في عام 1928، أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن. بعام 2004، الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند. وفي عام 2015، الطائرة الكهربائية سولار إم بلس 2 تحط في هاواي قادمة من اليابان، وبهذا تكمل الطائرة رحلة ملاحة دورانية بدأت من أبوظبي. من الشخصيات يلي شهدت 3 تموز على ولادتها بعام 1964، جون هيرس، كاتبة إنجليزية. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 2008 عبد الوهاب المسيري، مفكر وكاتب مصري. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 3 تموز. نهاركم سعيد. سمار، رح نبتدي محطتنا الأولى لليوم مع غذاء روحي، أكيد مع الغناء والموسيقى بإحساس سوري يرتقي إلى مستوى الإرث التاريخي لبلد أنشودة العبادة الأوغريتية يلي منحت للحضارة العالمية أكيد أولى تدوين موسيقي. رح نكون معكم أكيد مع بعد الفاصل. يا سالي، بأولى فقراتنا لليوم صباحنا حيبتدي مع الأستاذ حسام الدين بريمو، قائد جوقة لونا للغناء الجماعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وصباح الوجوه الحلوة وصباح اللي عم يشوفونا. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام، دايما بتنورنا أكيد بفقرة من فقرات صباحنا غير، يعني جوقة لونا للغناء الجماعي غنية عن التعريف، ولكن نشاطاتها واللي عم تقوم فيه والاجتهاد طبعا الشخصي والروحي منك لأطفال وشباب جوقة لونا عم بيكون كتير كبير. خلينا نحكي بالبداية، أول شيء بدنا نهنيك على الإنجاز والمشاركة أكيد وتجربتكم هلا للمشاركة القادمة لجوقة لونا للغناء الجماعي. شكرا على التهنئة، لأنه تجربتنا اللي مرقت ببيلاروسيا كانت جميلة جدا على كل الأصعدة. رحنا فرحانين ورجعنا فرحانين، والأهم أنه هن صاروا فرحانين. كتير قدروا الطفل السوري، قدروا إنجازه، ونحن صيفنا مليان أنشطة. نحن 10 الشهر اختتام معرض زهور، 28 الشهر افتتاح منطقة دلبي بمشتل حلو إن شاء الله. خلينا نحكي عن أهمية المشاركة، شو الإضافة اللي أضافت لكم إياها، وكيف كانت الانسجام بيناتكم، وأحكي لنا كيف كانت المشاركة بشكل أكبر. الحقيقة الإضافة كبيرة وقت تتعرفي على
على ناس بيشتغلوا الفن بطريقة مختلفة عن طريقتك، أنت بتتعلمي بدون ما تكوني رايحة تتعلمي. كان في احتكاك بين أبنائنا، يعني كانوا 128 طفل سوري، وبنفس الوقت أطفال من بيلاروسيا من أكثر من تجمع فني، كان في غناء وكان في رأس. بيمزوا الرأس مع الغناء بطريقة حلوة، نحن الحقيقة يا منغني يا منرقص. هذا المزج عندهم جميل جدا، وإذا هالتجربة كمان تصير تنتشر بالكورالات هون بيكون شغلة حلوة. أكيد صعب لأنه هن غناءهم منسجم مع رأسهم تماماً. يعني عمر طويل تعرفي بالبلاد الباردة ما بيقدر يوقف البني آدم، بده يحرك. فالرأس عندهم هو مثل الغناء عنا، قضية بيمارسوها كل يوم، قضية بيعملوها كل يوم. فهي الشيء الحلو اللي شفناه عندهم لفت نظر كل المشاركين، وهن أيضا كتير لفت نظرهم النظام اللي بيغنوا فيه أولادنا. الغناء المنتظم والدقيق يمكن ما كان عندهم هيك فكرة. فحجم الإعجاب عندهم بلغ أنه أحيانا يزقفوا فوق 40 ثانية، يعني طول التسفيق لأولادنا بعد ما يقدوا قطعة، من كتر ما حاسين بأنه في شيء حلو جاي من مكان هن كأطفال ما كتير بيعرفوا. يعني بالجغرافيا الأولاد ما كتير شاطرين ليعرفوا كل بلاد العالم ومن ضمنها يعني سوريا. تماما استاذ حسام، شيء جميل كثير انه نحن نكتسب من غيرنا ونعطي ايضا لغيرنا. يمكن نحن ما عندنا، يمكن الظروف ما كانت مؤاتيه لنا او لاطفالنا، ولكن اطفالنا ابدعوا بظل الحرب وشهد. يمكن كنا نحضر لك ايفنتات بعز القذائف يعني، ويمكن الطفل السوري ابدع والشاب السوري ابدع باي بلد بيروح عليه. يمكن هن عطونا ونحن ايضا اعطيناهم. نعم. نحن شو قدرنا نعطيهم؟ مديره المخيم اللي هي المسؤوله الكبيره عن الحدث صرحت بانه هي يعني ما كثير مصدقه كيف بظرف الحرب بيطلع اطفال عم يؤدوا بهي الطريقه النظيفه والمتقنه. هي مثل كل البالغين يلي بيحبوا سوريا بتعرف الظرف القاسي اللي مرق فيه الطفل. طفل تحت القذائف وطفل أثناء الحرب يداوم باستمرار على حضور تدريباته مشان يقدر يعمل فن جميل، يعني مو يؤدي واجب، لا هو حريص على تفاصيل صغيرة تجعل من أدائه أداء متقن وجميل. فهي صرحت أنه من وسط الحالة اللي أنتوا فيها قدرتوا تأمنوا هالحالة يلي أخذت تصفيق الجماهير، يعني هي مو عم تعطي شهادة من عندها. يعني في أغنية غنوها الأولاد بالاستاد يعني حشد كبير، بعد ما خلصت الأغنية أنا صرت متمني يوقفوا تصفيق لنطلع الأولاد، طلع الأولاد على محلاتهم. فالحقيقة هذا شيء عجب الناس كتير هنيك، وقدروا أنه بهذا الظرف الصعب قدروا أولادنا يعملوا هالنتيجة الحلوة. خلينا نحكي عن أعمار الأولاد اللي مشاركين. قالوا الأعمار مختلفة بتكون دائما عنكم، لأنه ما بتحبوا مثلا أنه بعمر واحد، بتحب الأجيال كلها تكون تتفاعل مع بعضها. حكينا عن الأعمار وحكينا كمان عن المشاركة، وشو في عنكم مشاركة قادمة؟ هن وفروا علينا اختيار الأعمار وقالوا جيبوا الأطفال اللي عمرهم من 10 ل 13 سنة. فجمعنا أطفال من 5 جوقات، من طرطوس كورال أرجوان، من صافيتا كورال حلم، من معرونة كورال يوسف الدمشقي، وكورالنا اللي هو ألوان من لونا، يعني أخذنا ألوان اللي عمرهم من 10 ل 13، وكورال منارة باب شرقي التابع للأمانة السورية للتنمية. عدد الأولاد اللي بغنوا كان 128. وفروا علينا الاختيار بما أنه هن اختاروا العمر، اختاروا مشان يجمعون مع أطفال بيلاروس عمرهم من 10 ل 13. هيك كنتي أمام شريحة واحدة عمرية. هذا بيريح بالمشاهدة، بيريح بالمقارنة، لأنه حرام تقارني ولد صار له عم يتمرن 10 سنين بولد صار له عم يتمرن 5 سنين. صحيح. فهيك كانت القضية متكافئة، ومثل ما رح أعيد أنه الفرح كان من الجنبين، يعني أولادنا كانوا مسرورين وأولادهم كانوا كتير مسؤولين، والحقيقة المسؤولين عن الحدث هونيك. الحدث كبير جدا، الحدث هو عبارة عن مخيم بيسع ل 1500 طفل مخدمين بشكل كتير حلو من حيث التسلية والتغذية والعناية الطبية والفن أيضا. فأنه هذا الفرح يقدر ينتشر بالطرفين معناتها قدرنا نعمل شيء، ومعناتها أنه الحدث على
درجة كبيرة من الأهمية. أكيد. وكان كل شيء حلو رغم هالدبانة اللي ما كانت فارقة صار لها 5 دقائق. أكيد. يعني أستاذ حسام انبسطوا ببيلاروسيا؟ كثير انبسطوا، الكل الأولاد وأنا والمشرفين الكبار انبسطنا. معناتها حنروح لنشوف مشاركتكم أو مقطع من فيديو لمشاركتكم ببيلاروسيا ونرجع. تابعنا أجواء من التحضيرات والحفلة اللي كانت، خلينا نحكي كيف كانت التحضيرات، أجواء الحفلة ولا أروع من هيك، حكينا كيف كان الصغار تفاعلهم معكم، وهل إنه قدرتوا أبداً دائماً تكمل؟ إيه كمل معي. التحضيرات نحن بنكون جاهزين دائماً لأنه نحن بنعمل 104 تدريبات بالسنة، أي شيء بينطلب مننا ما بنحضر له خصوصي. ما بتعب الاولاد، عندهم تمرينين بنحضر لقدام. تمام. درينا قبل بشهر ونص فطلعنا جاهزين. هونيك التحضيرات ما كثير تعبتهم، لان المخيم بيشمل ايضا تسليه وترفيه، فانا ما راح اعطل عليهم تسليه وترفيه مشان الحفله، وبالاخص انه عندي ايمان بانه الحد الادنى من ادائهم راح يعجب الناس. قبل هاي الحفله كان عندهم شيء اسمه طرزان بارك، بدهم يروحوا على الغابه ويتعربشوا بين الشجر على حبال محضره خصيصا طبعا مع سيفتي اواعي وقوز، فخليتهم يكملوا للثلاثه الى 10 وما قطعت تسليتهم، والخمسه الساعه 5 الحفله بساعتين الى 10 بدهم يتحمموا ويقطعوا مسافه 20 دقيقه ويرجعوا، لانه انا بشوف انه الولد بهيك رحله فرصه الترفيه والتسليه مهمه حرام نقطعها. وانا واثق انهم جاهزين، وصلوا جاهزين وعملوا هالحفلة ونالوا الاستحسان. يمكن أستاذ حسام منن انبسطوا وفعوا ولعبوا واتكنت أنه بيلحقوا ما بيلحقوا. 100% خلينا نحكي قديش مهم أنه أطفالنا هيك يضحكوا يتفاعلوا مع أطفال من بلاد أخرى. كان في برد ولا كان طقس معتدل؟ لا، طقس ربيع وحلو. تمام، بالحظهم يعني. حظهم، والأحلى أنه أطفالهم اجتماعيين، بيربوهم للأطفال البيلاروس. أكيد. خبرني أحد الشباب هونيك أنه أغانيهم كل أغاني الأطفال فيها كلمة صداقة حكما، الدعوة للصداقة عندهم قضية كتير مهمة، فكنا وقت نلتقى المسافات كبيرة، نحن خيمنا بغابة، يعني المشي بين ثلث ساعة ونص ساعة بين مرحلة ومرحلة، كل ما اجتمعوا بأطفال بيلاروس يعملوا هيك،
يسلموا على بعض بالإيدين. اللي بتعرفه اللي إيه بارح لعبنا سوا كرة قدم. هذا التفاعل اصلا موجود عند الطفل هنيك ديماش. وطفلنا مهيئ يعني أكيد. ما بدنا نحكي عن طفلنا على الهواء ما بنعرفه مهيئ يرافق الدنيا كلها اي صحيح فكان هي الحاله الاجتماعيه كثير حلوه كثير انسجموا بنات صغار بالبحيره لانه المخيم على ضفاف بحيره وكل يوم يسبحوا شهيتني روح اي فعلا شيء بيشهي تجي المعا بزاقه حاططها على ايدها تقول لهم هي عندي اياها من سنه اسمها كذا يقعدوا اولادنا يحكوا مع البزاقه هاي الحاله الاجتماعيه الحلوه خلقت بسرعه نحن الكبار صعب نحققها الصغار بيقدروا يحققوها بسرعة أكبر كثير كانت هاي الحالة حلوة موجودة بالمخيم وانعكست على الغناء وقت الولد يطلع مسرور ليؤدي شغلة لحدا عرفان أنه بيحبه غير وقت يطلع ما له عرفان شو ردة الفعل متردد أو خايف من ردة الفعل فانعكست على شغلنا بشكل حلو أكيد خلينا نحكي عن أنشطة دار الأسد للثقافة والفنون بكرة في عنكم مؤتمر خلينا نحكي عن المؤتمر بكرة وأهميته الدار من زمان بتحتضن المؤتمرات تمام. نحن الخطة الجديدة للدار انه رح تحتضن فقط المؤتمرات يلي على هامشها في فعالية فنية نعم تمام فنحن بزمن الحرب كان من الطبيعي انه ساحة الامويين هي المكان اللي لجأوا له كل اللي عندهم مؤتمرات كل اللي عندهم تخريج جامعات تخريج مدارس هذا المكان الانيق والانسب و و و لكن اليوم اعتبارا من بعد مؤتمر بكرة بده يصير أي مؤتمر أو اجتماع أو نشاط غير فني مرفق بنشاط فني موافق عليه من قبل دار الأوبرا فرح تضل الدار تحتضن مؤتمرات لكن مقترنة بأعمال فنية نعم يعني جوقة لونا عم تكبر وتكبر وتكبر قديش يعني عم نحاول نحن نخلي أطفالنا بجو غير الجو مثلاً اللي عاشوا فيه قديش عم نحاول ننشلهم وكنا عم ننشلهم بظل الحرب من أصوات القذائف إلى صوت الموسيقى الهادئة الراقية يمكن الأنشطة عم بتزيد ويوم عن يوم مع انتصارات الجيش المحققاتنا عم تكبر وعم تتوسع نحن على بيلاروسيا نعم. وبدنا نروح كمان ان شاء الله نروح على كل العالم ان شاء الله يا رب قبل الازمه السوريه كانت حركه زياده الكورالات بطيئه جدا تماما يبدو الشده بتدفعك لخلق العلاج حلو باخر 9 سنين صارت الكورالات منتشره افقيا بسوريا بشكل كثير كبير لانه ادركوا الناس انه الاجتماع مع بعض هو اللي بيخفف حاله الخوف اللجوء للفن هو اللي بيخفف حالة التوتر هذا شيء طبيعي اليوم طرطوس صافيطة مشتل حلو السويدة يبرود في كورالات جميلة جدا فهذا دليل شو دليل انه الشدة النفسية اللي مرقنا فيها دعتنا لنتجه باتجاه يريحنا انتوا بتصدقوني لانكم عشتوا الحالة احيانا ونحن بالتمرين ينزل قذيفتين وثلاثة خارج المكان اللي احنا عم نتمرن فيه شوف الرعب بس نكمل شوف الرعب بوش الطفل بس قديش الطفل ما عنده هلع وقت يسمع موسيقى معناتها قديش الموسيقى دواء للخوف قديش الموسيقى دواء لكل شيء سيء بالحياة الحلوة بس الحلوة احنا ما عندنا غير حلوة الله وكيلك فقديش بتجدد وقديش بتصنع حالة حلوة فهذا اللي كان عم يصير وهذا ان شاء الله بعد مرور الأزمة رح يضل يصير وان شاء الله يعني باقي جغرافيا سورية بسرعة ترجع على حضننا ويعيش وطننا سعيد بكل جغرافيا السورية إن شاء الله يا رب خلينا نحكي عن مسابقة صلح الوادي هي للأطفال واليافعين نعم. خلينا نحكي عن هذا الحدث هي قديمة هي عمر 10 سنين تمام وهي الدورة العاشرة بس عمرها أكثر من 10 سنين الحقيقة هي كتير بالغة الأهمية اليوم الطفل قد ما شجعتيه بالبيت وقد ما شجعه أستاذه إذا ما خاض مسابقة وحقق درجة مو الأولى الخامسة بيقول أنا الخامس تمام هي قضية كتير مهمة بتدفعه لأنه يصير أول بيصير هذا السباق سباق بالفن مو سباق بقضايا أخرى السباق بالفن حميد ليش؟ لأنه لحتى ينتقل الولد من المركز العاشر للثامن بده يتمرن أكثر يتمرن أكثر يعني ازدادت علاقته مع الموسيقى أكثر ازدادت علاقته مع الجمال أكثر وبعدت وخلاها علاقته أولويته. مع باقي الأشياء أكيد. اللي قد لا تكون جيدة صحيح والسنة رح تكون حلوة والحقيقة في شيء لازم ينحكى المسابقة مو بين الطلاب بين الأساتذة وقت الطالب يعزف
بيبقى شوي متوتر، بيبقى أستاذه نشف دمه. الأستاذ هو اللي بيبقى دافش الولد لهذا المركز وعامل كل جهده لحتى يحقق. الحقيقة أساتذتنا أكثر من مميزين بإعداد الأولاد لأنهم متفانين بإعداد الأولاد. متفانين وبعدين بيعطون راحة نفسية ليقدر الولد يطالع مواهبه بالشكل الصح وبالطريق الصح. تمام. أكيد متشكرك لوجودك معنا وبالتوفيق. شكراً لك. أكيد. شكراً لكم. يعني لطول الحديث معك أستاذ حسام، بدنا نتمنى لكم التوفيق، بدنا نتمنى لجوقة لونا كاملة أطفال وشباب وكلهم هيك يكونوا هيك منطلقين إن شاء الله. عام 2019 مليء بالسفرات والفعاليات. شكرا. الجميلة. نورت صباحنا. شكرا. وأنتوا نورتوا صباحي وصباح اللي عم يشوفونا. شكرا. أهلا وسهلا. هلا رح نروح للساحل السوري سمر لمحافظة طرطوس، أكيد لنتعرف على منطقة صارت مقصد سياحي، أكيد مع ابتسامة أهلها اللي بتحمل طيبة وطيبة قلب أهالية. رح نعيش هي التفاصيل من أكيد نهر الخوابي بتقرير مراسلنا محمد حسن. على كتف واد بخضاره وسحر تضاريسه تركن منطقة نهر الخوابي لتكون صلة الوصل بين دريكيش والشيخ بدر على بعد يقارب 20 كيلومتر عن مدينة طرطوس. سحر خاص أبدعه الخالق على كتفي نهر الخوابي الدائم الجريان وبكافة فصول السنة، بين طبيعة ساحرة بكثاف خضرتها وأشجارها يشق النهر طريقه ببرودة وعذوبة مياهه ليضفي لمسة على طقس المنطقة، ما جعلها بوصلة سياح خلال فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة. أجمل المناطق السياحية في سوريا، مناطق يأمها السواح من كل محافظات القطر العربي السوري، مياه نظيفة وناس طيبين ومناطق جذابة وخلابة. بينقصنا بعض الخدمات مثل عنا الطريق السياحي مدروس من 10 سنين بحاجة تنفيذ بين الملكي والشيخ بدر لأنه عنا طرقاتنا كتير ضيقة. منطقة رائعة يعني من كل النواحي، خضرة ومياه جارية كل السنة. والله لك منطقة السياحة بالنهر ممتازة جدا وعم يجوا عليها ناس وناسها طيبين ويعني فيني أقول لك وإلها شهرة كويسة، نتمنى تهتموا فيها مشان مثلا من طرقات من خدمات من مشان يعني تزداد السواح تيجي لعنا. طبيعة حلوة والمية نظيفة والولاد بينبسطوا كتير بيسبحوا. أجواء حلوة والله، بنيجي كل جمعة كل أسبوع بننبسط، بقدر بكي سيد سامي مثل ما لك شايف، شرمتي أرجيلة نار حلوة، مي هلا صار دافية، سباحة مثل ما شايف زوار كتار، مي نظيفة وسمك وعادات نظيفة وأكل نظيف وأسعار كويسة كتير حلوة، وقعدتها كتير ظريفة هون يعني ومن وين ما كان بيقصدوها وبيجوا كثير حلوه ومبسوطين كثير. هنا بين وديان المنطقه وسفوح جبالها الخضراء طبيعه بكر لا زالت تروي عذوبه وسحر معالمها بانتظار مزيد من الاهتمام لتعيد انتعاش حركه الحياه والسياحه فيها. أكيد يا سالي كنا بنحكي عن الطب التكميلي أو الطب البديل، والطب معروف منذ أقدم العصور واليوم بظل التطور الكبير كيف نقدر نميز بين الطب البديل بحرفية وبين الناس اللي عم بيمتهنوا هاي الطب، وما أهمية منح الشهادات والتراخيص للعاملين بهالمجال. فقرتنا الطبية اليوم أكيد مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباحكم الله يعطيك العافية. يسعد صباحك دكتور شادي. بالبداية خلينا قبل ما نبدأ بأي سؤال نعرف شو هو الطب البديل. تمام، سؤال مهم جدا الحقيقة. الطب البديل والتكميلي يعني شقين. الطب البديل هي بعض الممارسات عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنه هي الممارسات الصحية والمنتجات المستخدمة في الحفاظ على صحة البشر
والوقاية من حدوث الأمراض. هذا التعريف كتير واضح ويؤكد على أنه هاي الممارسات والسلوكيات والخبرات هدفها الأساسي عبر العصور هو الحفاظ على صحة البشر. هلا نحن عم نحكي عن كتير يعني خلينا نقول تعريف قديم للطب البديل والتكميلي اللي هو يقع ما بين ما نسميه complementary alternative medicine اللي هو اختصارا سموه بكام. عالميا اليوم هذا النوع من الطب يوفر اما طرق بديله لبعض انواع يعني علاج بعض انواع الامراض، ونحن هون عم نحكي عن بعض الامراض اللي هي ممكن يعني خلينا نستخدم بعض الاعشاب اللي فعلا بتكون علاج بديل للدواء الكيميائي. بدي اضرب مثال على سبيل المثال، نحن بالبيت اليوم اذا في عنا بعض المشاكل الهضميه ممكن نحن نستعيد عن اخذ مضاد تشنج بانه نحن نشرب نعنع مثلا ورح ناخذ الفائده المطلوبه من خلال استخدام هذا الموضوع. ايضا ما يتعلق بموضوع طرق تنفسيه، انتانات طرق تنفسيه، السعال، مشاكل القريب والرشح، كمان نحن نجد في النباتات الطبيه ضالتنا ممكن نحن نستخدم الزوفة، ممكن نستخدم بعض انواع خليني اقول النانرج، الليمون، نستخدم ايضا البابوناج، كلها بتساعدنا بنتخلص من مشاكل القريب. فيما يتعلق بالسعال عالميا اليوم شربات السعال تعتمد على مكونات طبيعيه، مثال ذلك الزعتر او النعناع اللي ممكن تستخدم في هذا العلاج. اذا هي علاجات بديله. اما العلاجات التكميليه اللي نحن عم نحكي فيها عن بعض المشاكل او الامراض المزمنه، مريضنا مثلا اللي عنده مشاكل روماتيزم عم يبقى فتره طويله هو عم بيتعالج من الروماتيزم بمسكنات للالم، ببعض المضادات الالتهاب اللي نحن بنسميها غير ستيرويديه ليخفف حاله الالم اللي عم تكون مرافقه له بحياته. اليوم في بعض النباتات التي تحتوي على ما نسميه بالفيتوستيرولز اللي هي مركبات طبيعيه نباتيه قادره على دعم الالتهاب بمضادات الالتهاب الكيميائيه وتخفف من جرعتها وتخفف من اثارها الجانبيه. بالنتيجه نحن هون قدرنا نحصل على اثر مكمل للعلاج. ايضا ما يتعلق مثلا بالبروستات، عالميا اكتشف بانه الناس اللي بيستهلكوا اليقطين فهن بيكونوا عرضه اقل لالتهابات البروستات، للضخم بروستات. هذول اذا استخدموا بذور اليقطين او ما نسميه ببذور القرع اللي متوفر عندنا هون راح يكون عندهم فرصه اكبر لمعالجه هذا الموضوع. اذا هذا ما يسمى بالطب التكميلي اللي هو متمم وداعم. في عندنا نوع اخر اللي هو بنسميه تراديشنال ميديسن الا وهو الطب الشعبي او الطب التقليدي. الطب الشعبي او التقليدي هي مجموعه الممارسات والسلوكيات التي انتشرت في الدول منذ القدم ومشتهرة فيها. بدي أضرب مثال التشاينيز ميديسن أو الطب الصيني، الأيورفيدا أو الطب الهندي، هناك أنواع في نوع بنسميه نحن يوناني أرابيك ميديسن اللي هو الطب العربي القديم والطب اليوناني أو الإغريقي. كل هذه السلوكيات والممارسات اللي هي انتشرت عبر العصور واللي مستخدمة في بعض المناطق اللي هي بعد بكر بعدهم بيستخدموا هالوسائل العلاجية، وشفناها في كتير من الأرياف على سبيل المثال بسوريا في ناس معالجين تقليديين توارثوا المهنة أبا عن جد منذ القدم بيعالجوا ببعض الطرق التقليدية المشتهرة. اليوم منظمة الصحة العالمية أعادت القلق لهذا النوع من الطب باستراتيجيتها الأخيرة اللي هي استراتيجية منظمة الصحة العالمية عام 2014 لعام 2023 التي تهدف إلى إعادة صياغة هذه المعارف. طيب خلينا نحكي ومسحة بكل دول العالم. كثير من العالم هلأ مثلا بتلاقي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أنا عملت هاي العشبة هاي الكذا، يعني خلينا نحكي إنه الضرر اللي عم يصيبهم للعالم من أي حدا عم بيقدر يعمل هالأعشاب وهالأساس. خلينا نحكي الإجراءات اللي عم تقوموا فيها لتمنحوا العاملين فيها الجيدين يعني الشهادات والتراخيص ليقوموا بهاي المهنة بالشكل الصحيح. تمام. هلا خلينا نسأل سؤال مهم جدا. تمام. نحن اليوم هل كل من قام بتقديم المعلومات هو صاحب خبرة؟ الجواب طبعا لا. اليوم في عنا شيء نحن بنسميه انتشار لبعض يعني خليني أقول الأشخاص اللي بيقوموا بنقل أو نسخ ولصق بعض المعلومات العلمية عن بعض الأعشاب ووضعها في مدوناتهم الشخصية وتداولة ما بين الناس على أنه هذا النبات يفيد في كذا، عشبة كذا تفيد في كذا. السؤال الذي يطرح نفسه دائما نحن هل هناك مرجع لهذا المعلومات اللي هو عم ينقلها؟ طبعا معظم الأحيان بتكون المرجع هو
اشخاص مستخدمين او بيكون نقله عن طريق الانترنت. قالوا عن طريق الانترنت، قالوا مثلا الكركم كثير مفيد للبشره، بس عم يستخدموه الصبايا عم تصير بشرتهم لونها صفراء وعم تتضرر ويطلع لهم حبوب. يعني اكيد الواحد لازم يتاكد من مصدر المعلومه اولا ضروري. المصدر، وثانيا والاهم من هيك انه نحن اليوم ناخذ معلوماتنا من اشخاص عندهم خبره وتجربه وعندهم اختصاص. اما نحن اليوم لا يمكن نحن ناخذ معلومات من اشخاص ما جربوا حتى الموضوع. يعني لما نحن بفتره من فترات طلع اشاعه على الانترنت انه ما في شيء اسمه سرطان، السرطان هو نقص بفيتامين بي 17، واذا استخدمنا بذور خليني اقول التفاح او اللوز فنحن بنكون عالجنا. طبعا هالكلام عار عن الصحه، لانه السرطان مرض موجود ويحتاج الى معالجه ومتابعه طبيه. هناك بعض الطرق البديلة ولكن لا تستخدم للسرطان. البديلة إن نحن لمشاكل تكون بسيطة ممكن علاجها بطرق بديلة. بموضوع السرطان نحتاج إلى علاج مكمل وليس علاج بديل. هذا البوست وصل وانتشر لآلاف من الأشخاص. ما هي المشكلة؟ هي المشكلة. طيب مين بده يطلع ويقول لهم هذا خطأ؟ طيب قديش ضروري عن جد إنه حدا يطلع ونسلط الضوء عليه؟ ضروري. نحن عم نشتغل عليه كجمعية، جمعية علمية السورية للأعشاب الطبية والطب التكميلي والتجانسي والتغذية، عم نشتغل على إعادة بناء الصورة الصحيحة لا المعلومات التي يمكن تداولها ونقلها عن طريق الانترنت. دكتور شادي كمان احنا ما فينا ناخذ التجربه بشكل مطلق، يمكن بشره فلان تختلف عن بشره فلان، ولكن الابحاث العلميه والطبيه يمكن بعد تجارب على خلينا نقول نسبه عدد معينه بالمئه، خلينا نقول فوق ال 50%، في بروتوكول. تمام. يعني في بروتوكول لكل تجربه ممكن تنجح. ممكن انا اقول لك او حدا يقول لك دكتور شادي يمكن هيدي العشبه قلت لي اشربها انا عملت معي مضاعفات، الشخص الثاني او الاخر يقول لك لا هي كثير ريحتني وهي قامت بالعلاج والمفعول المطلوب. ما مدى صحه هذا الشيء؟ وهل التجربة فينا ناخذها بالمطلق ولكن إلى معايير خاصة بأصحاب الطب البديل؟ تمام. هلا في عنا شيء اسمه المرجع الدوائي النباتي العالمي، يحتوي على معلومات اسم العشبة، ما هي العشبة. بعض الأحيان بتقولي لهم استخدموا هالعشبة، بيستخدموا عشبة أخرى. تمام. مضللين بياخذوها مثلا من مركز أو من مكان بيعطيهم عشبة تانية على أنه هي العشبة الأصلية، فإذا هو عرضة للغش بينتبه. نوع القسم المستخدم، نحن لما بنقول زهر البابونج ما بيصير نستخدم بقية الأجزاء. لما بنقول ورق النعنع هو اللي فيه المادة الفعالة وليس الجزر، مثلا نقول جزر الجينسينج ما بيصير نستخدم أوراق الجينسينج، بالمعنى أنه نحن في عنا قسم طبي مستخدم. تمام. أيضا هناك عمر التخزين، بعض الأعشاب إذا خزناها لفترات طويلة بدون الحفاظ على شروط معينة إما بتخسر المواد الفعالة فيها مثل اللي فيها زيوت عطرية، أو بتشكل فيها شيء بنسميه أفلاتوكسينات اللي هي مركبات سامة نتيجة حفظ البذور إذا حطيناهم بالبيت. اليوم بنفوت على أماكن مرات بنشوف طريقة الحفظ شكلت مستحضرات ومركبات سامة. إذا كلهم صحيحات نجي على التجربة اللي حضرتك حكيتي عنها، في بروتوكول عالمي للدراسات السريرية. نعم. ويقام عادة لما بننقل معلومة نحن عن مركز أبحاث محترم وعن مجلة موثوقة ومعتمدة ومحكمة وذات ما نسميه إمباكت فاكتور عالي. تمام. فنحن هون عم ناخذ معلومات تم تجربتها بشكل حيادي على أشخاص ومراقب على أشخاص، وأظهرت التجربة بأنه بالفعل في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيب. بالإضافة أنه نحن في عنا في شيء اسمه تداخلات دوائية غذائية ودوائية نباتية، ممكن نحن إذا أخذناها بنفس الوقت عشبة مهمة كتير أخذها بنفس الوقت مع مميع دم تعمل لي مشكلة. لذلك بدنا ننتبه. مثال ذلك الجينكو بيلوبا اللي مشتهر كتير، لازم ننتبه من مشاركته مع المميعات الدموية. في أعشاب تانية مثلا مثل عشبة القديس جون أو الحشيش للقلب، إذا أخذناها مع بعض الأدوية الثانية قد يكون لها تأثير سلبي على الكلية وعلى بعض الأجهزة بالجسم. أكيد خطأ أنه الواحد مثلا يأخذ الوصفة من جارته أو من قرايبينه أنه هيك مثلا. هذا خصم الحديث أنه لا تأخذوا المعلومات مزبوط. من أشخاص غير مختصين. طبعا طبعا. هلا خلينا نحكي عن المعايير للحصول على الشهاده، اكيد هي الشهاده المهمه والتراخيص اهم من هيك. تمام. خلينا نحكي شو المعايير المطلوبه لتقدروا تعطوا الشخص هي الشهاده. تمام. حسب استراتيجيه منظمه الصحه العالميه تم التمييز ما بين المزاولين او الممارسين. تمام. لعلوم الطب التكميلي والبديل والتقليدي، وما بين الممارسات اللي هي طريقه العمل والمنتجات. كل شيء فيهم له آليات للاستخدام. خلينا نحن نحكي أول شيء على الممارسين. اليوم من هو بالتعريف الشخص الذي يحق له
العمل بمجال الطب البديل والتقليدي. نحن بالإجمال اليوم مقدم هالخدمات بس إنها طب بديل وتكميلي، فنحن عم نحكي عن أطباء وصيادلة. مسيرة حياتهم المهنية، مجموعة معلومات سواء عن التشخيص أو عن العلاج أو عن الاستخدامات لهي المستحضرات اللي هي متنوعة وموجودة، وفي بعضها بكون دستوري. القسم الآخر اللي هن لا، هن الطب التقليدي أو ما نسميه بالطب الشعبي. الطب الشعبي اليوم مثل ما قلنا باستراتيجية المنظمة الحديثة بلشوا يرجعوا يعيدوا النظر بهدول الأشخاص، وهدف إعادة تأهيلهم ويعني اعطائه المعلومات لحتى يكونوا قادرين يتعاملوا مع هاي النباتات المستخدمه. نعم. وهن موجودين كتراث هذه البلد، فلذلك هدول الاشخاص يفترض، وهدول نحن عم نتوجه لهم حاليا بالدرجه يعني الثانيه غير موضوع الاطباء والصيادله واطباء الاسنان، حتى هدول الاشخاص يكون في عندهم خبرات، هالخبرات يقدروا يستخدموها بشكل صحيح، ما يتعدوا على اختصاص غيرهم، وبنفس الوقت يكونوا عم يشتغلوا في اطار معين يرتبط بما يسمى الطب الشعبي. النوع الاخر اللي هو المنتجات، الحقيقه وزاره الصحه السوريه عم تقوم بترخيص المنتجات بشكل مميز. نحن سوريا من الدول اللي بتعتمد المراجع العالميه بتسجيل الادويه، وتعتمد القوانين في ترخيص سواء الشركات او المستحضرات بشكل جيد جدا، وتعامل معامله الادويه. لذلك كل دواء موجود بسوريا سجل بوزاره الصحه السوريه فهو حكما مراقب بشكل جيد، ويمكن ان احنا انه نستخدمه. اما الادويه غير المسجله المهربه واللي تباع عن طريق مواقع التواصل سواء للتنحيف او تقويه صحيح. الجنس او غيره، هي كلياتها لا يمكن الوثوق فيها. كبدايه سؤال صغير بس جاوبني عليه، هل ممكن للخطأ، هل يحتمل الطب البديل الخطأ؟ هل الطب العادي إذا كان في خطأ أحيانا بيؤدي للموت والأخطاء الجسيمة يعتبر من الأخطاء الجسيمة، ولكن وجود عيادات غير مرخصة عم تبيع أعشاب للتنحيف، أدوية ممكن تكون لون عشبية ولكن هي داخلها مواد كيميائية؟ هذا الكلام أنا كنت عم أقوله تماما. هذا السؤال بدنا نجاوب عليه عن وجود العيادات غير المرخصة واللي عم بتبيع شغلات على أساس عشبية، هي تحتمل الخطأ أو عم يصير فيها أخطاء كتير كبيرة، هل يرجع هذا الشيء للطب البديل؟ قولا واحدا، لا يجوز أن نطلق مفهوم عيادة إلا على عيادة الطبيب واللي عم يفتحوا حكما، أما أي شيء تاني فيجب التوضيح. في عنا مراكز تجميل، في مراكز تغذية، نوع الترخيص اللي حاصل عليه هذا الشخص. نحن اليوم رايحين باتجاه أنه يكون في عنا مراكز للأعشاب الطبية، ولكن هذه المراكز ليست مراكز تشخيص مرض، هي مراكز لتقديم الأعشاب الطبية ولكن ضمن أشكال مرخصة من وزارة الصحة السورية. ونحن منقول الصيادلة هم الملاذ الآمن لأي مواطن حتى يأخذ أنواع أعشاب موجودة متوفرة بالصيدليات وبأشكال مرخصة ومراقبة ومحمية. اليوم الكمون، إذا نترك الكمون نحن عرضة للهواء، خسرنا زيت العطري الموجود، ما عاد ذو قيمة طبية. أما اليوم لما يحفظ ضمن حافظات معينة فإنه يقدم بشكل مفيد وبيبقى لفترات طويلة الاستفادة موجودة. اللي حضرتك تفضلت فيه مهم كتير، منتجات تنحيف أو منتجات تقوية جنسية أو غيرها من المنتجات التي يدعى أنها طبيعية وتباع في خلينا نقول وسائل التواصل على بعض أنواع القنوات التلفزيونية، توصيل مباشر للبيت دون المرور بالصيدلية. كل هذه المنتجات تم ضبط وجود مواد كيميائية موجودة فيها لحتى يحسنوا التأثير. يضرب مثال، مقويات جنسية مكتوب عليها خالية من المركبات الكيميائية، ووجد فيها مركبات مقوية جنسية كيميائية، وبالتالي عم تأثر على المريض. المريض عم يأخذ الدواء على أساس أنه هذا طبيعي، عم يجي بفوت، وللأسف شفنا أنواع عسل مكتوب عليه عسل طبيعي وطلع مضاف له مركبات كيميائية، وبالتالي الموضوع كتير كبير. إذا لم يوجد رقم ترخيص وتسجيل في وزارة الصحة السورية فهذا المنتج غير موثوق، لأنه إذا كان موثوق لازم يدخل على الطريق النظامي، واللي عنده منتج مضمون بيحطه بوزارة الصحة، أكيد يرخص، يحلل، يراقب، بيصير آمن لاستخدامه. نعم. من قبل المواطنين. أما كل ما عدا ذلك فهو غير مأمون، وخاصة مسألة التنحيف عم يستخدموا مدرات بولية للأسف، عم يستخدموا مركبات ملينة كيميائية، عم يستخدموا قافعات شهية مركزية، كتير أنواع كتير خطأ وإلى كتير أضرار سلبية. متشكرك
كثير لوجودك معنا، متشكر هالمعلومات الرائعه واكيد بنتمنى لك التوفيق دكتور شادي. شكرا لكم، وانا بنتيجه الحلقه بتمنى من كل الاشخاص المهتمين بهذا الموضوع ان يقوموا بالتواصل معنا مع الجمعيه بهدف ان نقوم حقيقه ان نوصل لممارسه صحيحه أكيد. للطب البديل والتكميلي والشعبي في سوريا. كل الشكر لك دكتور شادي، وان شاء الله يا رب من خلال تسليط الضوء على نقطه كثير مهمه، الابتعاد عن الأدوية غير المرخصة يمكن، وإذا حدا بده ياخد أي عشبة يكون مصدرها موثوق. شكرا لوجودك معنا، نورت صباحنا. أما هلأ سمر رح ننتقل لبداية أخبارنا الثقافية لليوم، والبداية من دمشق. أيضا يمكن انطلقت بدمشق فعالية سلطت الضوء على المتسولين في الشوارع، أبناء الشمس، لفت نظر المجتمع المدني لحل هي المشكلة. خلونا نتابع سوا. أبناء الشمس اليوم جاي ليثبت للعالم انه هن مثل اي طفل عادي، له حقوقه وله حياته مثل اي حق وحياه لاي طفل عادي. اليوم رح نقوم بهي الفعاليه لنعمل لهم اغاني ونغير لهم جو، في العاب ومسابقات، في هدايا والعاب نحن بدنا نمارسهم معاها كرمال بس نعطيهم شوي حياه حلوه. الفعاليه بتقام عندنا بسوريا في 9 مناطق، منها 3 مناطق بدمشق يلي هن البرزه والمزه وابو رمانه. هدول 3 مناطق بدمشق، وفي ضل معنا 6 هن بباقي المحافظات. مقامه السنه بلبنان والاردن والعراق، وغالبا رح يشارك كمان معنا فلسطين. يعني فينا نعتبر هو هذا اليوم هو يوم هيك مثل عيد الميلاد لهدول الاطفال، حتى يحسوا حالهم انه هن فرد مثلهم مثل باقي الافراد، يعني ما يحسوا انه في اختلاف. رح يصير في توزيع هدايا بالاخر وان شاء الله بينبسطوا. خطوه لقدام لشيء اكبر، لحتى نقدر نحاول نخليهم يعيشوا حياه سليمه شوي، يقدروا يكونوا مناح فيها ويعيشوا طفولة حلوة لحتى يكبروا ويقدروا يقدموا لهي البلد بالنهاية. هي الغاية كلها بالأخير. نجي 1 تموز من كل سنة لنقابل الأطفال المهمشين اللي هن أطفال الشوارع اللي بنسميهم أبناء الشمس، لحتى نقدم لهم هاي الفعاليات ونحسسهم بقيمة الطفولة والفرح. هاي الفعالية هي فعالية كتير مهمة لأن كتير بتسلط الضوء على الأطفال المهمشين يلي نحنا ممكن بحياتنا اليومية منصادفهم بس ما عم نقدر نعمل أي شيء تجاههم. هاي الفعالية عم تسلط الضوء على هاي القصص نحنا لحتى نقدر كلنا نتواجد، كل الفرق الموجودة هلا بالشام موجودة بهون بهاي الحديقة لحتى نحنا نعمل نشاطات ونشارك معهم، نقول لهم إن نحنا معكم، نحنا ما ننسانيكم أبدا. خبرنا التالي يا سالي أكيد من الجزائر، حيث وقع روائي الدكتور واسيني الأعرج روايته الجديدة الغجر يحبون أيضا، قصة المتداور الوهراني الأخير خوسيه أورانو في منتدى الجمهورية بالجزائر العاصمة، وتم التوقيع بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والباحثين، أيضا كمان بحضور الجمعيات المحلية والثقافية والإعلاميين وكذلك الطلبة وضيوف آخرين جاءوا من عدة مدن جزائرية. خبرنا الأخير سمر من إسبانيا، حيث تم العثور على أقدم مسجد في أوروبا قد يكون مدفونا تحت الأرض، فقد اكتشف علماء الآثار ملامح كانت مختفية طويلا لمدينة أكيد للغربيين في إسبانيا، بما في ذلك أجزاء غير مكتشفة من قصر قديم ومبنى قد يكون أحد أقدم المساجد المتبقية في أوروبا. أيضا وكشفت تقنية المسح المغناطيسي الأرضي عن وجود بنية حضارية كثيفة وقصور ملكية جديدة غير متوقعة وضاحية خارج المدينة، وواحد من أقدم المساجد الإسلامية في إيبيريا، وتمثل ريكوبوليس الآن مثالا
استثنائيا على التمدن المبكر في العصور الوسطى، والذي يتحدى تصوراتنا عن التنمية الحضارية في أوروبا في القرن السادس، بحسب أيضا الدراسة التي نشرتها مجلة العصور القديمة التابعة لجامعة كامبريدج البريطانية. أكيد لهون أخبارنا الثقافية بتكون وصلت لنهاية فاصل، ومنتابع أكيد بقية فقرات صباحنا غير. يمكن سمر أخبارنا الثقافية لليوم كانت متنوعة، يمكن بضمن صباحنا غير عم نسلط الضوء على كثير من البلدان، عم نتجول بالبلدان ونحن بالمتحف الوطني من إسبانيا للجزائر، من الجزائر لإسبانيا، عم تكون جولاتنا عديدة ومتنوعة. أكيد. وأيضا الأخبار المنوعة إن شاء الله بتكون عم تقدر إنه تحدد تحقق الإفادة. هلا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، وين رح نروح سمر؟ أكيد يا سالي، وصلنا لفقرتنا الأخيرة. كتير أسئلة بيطرحوها العالم والمقبلين على الزواج، اللي تجهيز بيوتهم كمان، يلي حابب يجدد فرش بيته، كيف لازم نختار القماش المناسب لبيوتنا، البرادي والمفروشات، شو لازم ناخد بعين الاعتبار؟ نصايح أكيد وأسئلة رح نطرحها على مهندسة الديكور رولا حداد. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلين سالي. يسعد صباحك رولا. يمكن تحت الهواء كنا عم نحكي عن الديكور، شو الإنسان بيحب يكون بيته، خاصة اللي هلأ بدون يتزوجوا، كيف بدون يدكروا بيتهم. حكيتي كلمة كتير مهمة تحت الهواء، قلتي لي يمكن هلأ أنت بتحبي الشيء البسيط، ولكن بس يكبر الإنسان بتغير ذوقه. تماما، خلينا نحكي عن الديكور بشكل عام، عن الأذواق المختلفة. وأنت كمهندسة الديكور قديش بتعاني أحيانا؟ هلأ أنا بيجيني زباين مختلفين، كل واحد ذوقه شكل، وكل واحد بحب ستايل شكل ببيته، انا بدي امشي معهم، بس طبعا بدي امشيهم ضمن القواعد الاساسيه وضمن شيء البادجت تبعهم يكون مناسب، يعني ما يدفعوا كثير بمقابل انه هن فيهم يعملوا اشياء بسيطه وحلوه ويطلع البيت كثير مهضوم. اكيد دائما مثلا الواحد اذا بده يروح يعمل بيته بيقولوا له مثلا عندك خيارات، ممكن يطلع جيد، متوسط، او يمكن يطلع ممتاز. شو انت كيف بتنصحي العالم شو الخطوة الأولى اللي عملوها بس يقرروا يجددوا بيتهم؟ شو القماش الصح اللي يستخدموه؟ هلأ كتير بتلاقي عالم بتوصل على محلات القماش ما أنا عارفانة شو بدها تعمل. مزبوط، ما عارفانة من وين بدها تبلش، وما أنا عارفانة، وكتير في بياعين هون بيستغلوا هاي القصة، يعني بيصيروا بيقولوا لك مثلا الشباك عندك عرضه 4 أمتار، لازم له مثلا قماش 18 متر، وهو بيكون بده بس 12 متر، لأنه على طول نحنا في قاعدة كتير أساسية أنه نحن نضرب عرض الشباك بثلاثة، فهنا مثلا إذا عندك عرض الشباك 4 متر هي ماكسيموم، يعني عم بحكي فيلايات وهيك، فبيجي الفوال أو الأورغانزا إذا فينا نقول القماش بنضربه بثلاثة، فأنت بدك بس 12 متر للشباك. في كتير قواعد كمان أساسية لحتى أنت تختاري القماش، ما فيكي تروحي تجيبي مثلا قماش قطن كتير خفيف تحطيه مثلا بأوضة قاعدة فيها أولاد بيوسخوا بينططوا على القمايش هاي، أو تحطي انت قمايش حرير وبعد سنة تلاقيها عم تتشقوق، ويعني بدك تعرفي أول شيء النوع، وبدك تعرفي انت الغرفه اللي انت عم تستعمليها لشو استعمالاتها. رولا رح نتابع حديثنا معك بالتفصيل، ولكن صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار اللي عم تشهدها الساحه العربيه العالميه والسياسيه مع زميلتنا بشرى زيني. صباح الخير بشرى. شكرا سالي، صباح الخير موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أفاد مراسل الإخبارية أن وحدة من الجيش نفذت ضربات بالسلاح المدفعية طالت تجمعات ونقاط محصنة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية لحويجة في سهل الغاب بريف حما الشمالي، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين. وبين المراسل أن وحدة الجيش وسعت نطاق رماياتها على محاور تسلل مجموعات إرهابية ودشم لهم باتجاه قريتي تلواسط والزيارة في سهل الغاب، ما أدى إلى قطع طرق إمداد للإرهابيين وتدمير تحصينات وعتاد لهم.
أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام آلاف المستوطنين الإسرائيليين محيط قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية. المستوطنون البالغ عددهم 3500 اقتحموا المنطقة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح. قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف وحجة. أوضح مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قصف أربعة من المرتزقة فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم في جبهة حام بمحافظة الجوف شمال اليمن. وفي محافظة حجة قتل عدد من المرتزقة وجرح آخرون خلال قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غير بحيران. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بقدر التزام الأوروبيين به. وقال ظريف إننا سنسير إلى الأمام وستلتزم طهران بتعهداتها وفقا لخطة العمل المشتركة بشكل دقيق على غرار أسلوب الدول الأوروبية وبشكل متطابق معه، وهذا منصف إلى حد ما. نهاية الموجز، عودة إلى صباحنا غير. شكرا لك زميلتنا بشرى من غرفة الأخبار. أكيد مكفيين مشاهدينا ببقية فقرات صباحنا لليوم. أكيد رولا، خلينا نحكي جايبة ماش معك اليوم، خلينا نحكي عن سبب اختيارك لهالنوع من القمايش والألوان، سبب اختيار الألوان وشو موضة 2019 كاختيار الألوان. أنا جبت المساطر لأنه أهمية القماش بالبيت كتير ضرورية مثل اي شيء بالديكور، يعني يا بيحلي الاوضه يا اما ببشع الاوضه. لما بدك تجيبي انت قماش له وظيفه، اول شيء جماليه، يعني مثل شعر البنت لما بيكون هو لابق لها لونه لابق لها، فهو يا بيحلي وشها يا اما ببشعه. اذا فينا نقول البرادي كثير مهمه انك تحطيها على الشبابيك، ومو كل شباك بنحط له برادي، فانت لما بدك تختاري قماش للبرادي للستاير وتحطيهم على الشبابيك، هون بده يعطي قيمه جماليه زياده على الاوضه، يا بحليها وبخليها كوزي ودافيه اكثر، يا اما بتفوتي بتحسي هيك قبضك قلبك، يعني لما بتفوتي على هاي الاوضه انها صغيره او معتمه صايره او مانا حلوه. القمايش كثير ضروري انه نحن نعرف الوزن تبعها لما بنروح عند بياع القماش، ما ضروري نكون مهندسين ديكور لحتى نفهم هاي الشغله. هلا انا جبت لكم هدول المساطر لحتى نشوف الليبل اللي محطوطه عند القمايش، هون بتكون محطوطه هون العرض تبعها، تمام العرض لحتى توفري انت بالقماش، لانه احيانا بيجي بيقول لك العرض عرضين، فانت هون اذا كان مثلا فوال للبردايه انت فيك تقلبي الطول عرض والعرض طول اذا ما كان فيه رسمه او اذا ما كان فيه خيط من تحت عم بيشد البردايه لحتى ما تصير تروح وترجع. فهون لما كل ما بيزيد الوزن تبع القماش كل ما بيلقى دعك اكثر. الوزن القماش هو الخيوط، قد ايه في عدد خيوط وقد ايه في عدد غردات بالسنتيمتر المربع، يعني بتلاقي احيانا قماشه لونها بيج، بس هي القماشه البيج اذا بتدققي فيها كثير منيح بتلاقي في خيطان بني مارقه فيها، بس عدد هي الخيطان البني هي اقل من الخيطان البيج، بس هي لونها بيج. هي بتلقى دعك اكثر من اللي القماشه اللي فيها بس خيطان بيج لحالها. يعني رولا خلينا نحكي عن التفاصيل الصغيره اللي ممكن تعطي جمال للغرفه، احيانا ممكن تنزعها، بيكون الديكور كثير حلو ولكن مثل ما حكيتي مثلا شكل البردايه لا له شيء محدد، لغرفه النوم شيء، مثل ما قلتي للمطبخ نحن ما فينا نحط ساتان. خلينا نحكي قديش هدول التفاصيل ممكن يمنحوا جمال للبيت، وممكن احيانا قد ما كان جميل البيت ينزعوا تفاصيله. صح، هلا بتلاقي عروس جديده مبسوطه بدها تعمل بيتها، فهي بدها تعملها على طريقه البردايه مثلا، بدها تعملها على طريقه امها او على طريقه حماتها، تماما بتقوم بتحط المخمل، درب مخمل اول شيء، بعدين درب مخمل ثاني من على الاطراف، كلفت حالها زياده بالقماش، وبعدين بتلاقي عملت دربيه فوق، يعني هدول اللي بيكونوا هيك مايلين برقع بيقولوا لهم. بعد فتره او بعد شهر ببلادنا الغبره وال
التراب بتلاقيهم تغبروا، فبدل ما يكون البرداية حاططها لحتى تحلي الشباك تبعها بتصير مثل الهم على قلبها انه انا كيف بدي اجي نظفهم، كيف بدي اشيل الغبرة عنهم، بتصير تتصل باللي ركب لها البرادي تعا فكهم وتعا اغسل لي اياهم وزبطهم ورجع ركبهم. كلفت حالها مرتين او ثلاث مرات زيادة. فهون الموضة تبع البرادي صارت تتجه اكتر شيء لانها تكون سيمبل اكتر او بسيطة اكتر، بس بنلعب هون بتقل القماش او برسمة القماش، واذا فايت فيها لون كتير قوي وضاوي وعاكس جمال الأوضة. خلينا نحكي عن القماش الدارج للصالونات لغرف النوم مع الالوان المناسبة. هلأ موضة 2019 هي اللون الكورال اذا فينا نقول، او المرجاني اللي كتير فاتح، اللي هو هلأ عم نشوفه بفساتين الاعراس، فساتين السهرات، حتى ب فينا نقول الاكسسوارات اللي داخله نحن بنلبسها فوق الفساتين، فهو المرجاني الفاتح مع اللون اللي كان دارج بالشتويه اللي هو هذا اللون الازرق، فينا نقول البلو يعني البحري الخفيف. فهدول اللونين مع بعضهم هن اللي دارجين هاي السنه. بالنسبه لموضه الصالونات او حتى اوض القعده حسب ست البيت شو بتحب، يعني انا ما فيني اجي الا لست بيت فرشه بني غامق، لا بدك تشيلي كل البني الغامق وترجعي تحطي. بس فيكي تنصحي لانه مهندسه الديكور دائما عندك بتكون لمسات خاصه، مثلا طبعاً. فيكي مثل ما هلا عم بيقولوا مثلا غرف النوم الاحلى بتكون مثلا الخزن تبع كلها مرايا عم بيكونوا هيك عم بيضيفوا لمسه خاصه. شو هي لمستك والاضافه تبعك كهندسه ديكور على فرش البيت؟ هلا انا على طول بنصح الزباين انه بس تجوا تفرشوا انتم بيتكم او تجددوا بالقماش تبع بيتكم، نقوا الصوفة تكون سادة لأنه على طول نحن عنا زهق وملل من الفرش تبع بيتنا، على طول تحسي أنه لازم تجددي ولازم تحسني أكتر وأكتر. فأنت هون لحتى تكلفي حالك أقل جيبي القماش تبع الصوفة يكون سادة وغيري بالمخدات أو التكايات اللي محطوطة على الصوفة. يعني هون فيكي مثلا يكون عندك لنفرض الصوفة من هذا اللون وتجي انت تحطي لها مخدات هيك داخل فيها اللون البني. البرادي ساعتها هون يا بتحطي هون على رمادي فاتح من 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 الالوان الخيطان اللي داخله بالقماش بدرجاتها اغمق شوي افتح شوي حسب الاوضه اذا بدك تكبريها او بتصغريها. هون بدنا نحط بعين الاعتبار مساحه الغرفه أكيد. وبتلعبي كمان بالمخدات انك تجيبي كمان مخدات انواع ثانيه مثل الساتان مثل الحرير داخله من هدول الالوان وتحطيهم. ساعتها مليتي فيكي تقيمي مخدات ساده، تحطي مخدات مزركشه، ترجعي تشيلي مقلم تحطي مورد هيك بتضلي عم تجددي وما بتكلفي. كان الحيطان ايضا بتلعب دور باللون الحيط، احيانا بيكون لون الحيط على لولي مثلا ممكن يتناسب مع هذا اللون المريح للنظر ولون الموضه المرجان. قديش كمان بتهتمي بتفاصيل ايضا كيف بيكون لون الحيط ليقدروا يحطوا فرش؟ مو شرط انه هن يحطوا لون الموضه اذا كان لون الحيطان عاملينه غير قصه. فخلينا نحكي عن هيدا النقطة رولا ونوضح لمشاهدينا قديش مهم أيضا يكون كله متكامل مع بعضه ليطلع آخر شيء المنظر الجمالي. يعني أنا رح أقرب لك ياها، نحن لما بتنزل موضة كل سنة بالتياب تماما ما ضروري كل البنات يلبسوا من هي الموضة لأنه في منها ما بتلبق لون. فلما أنت بيكون عندك بيتك وأنت بدك تغيري فرش البيت ما ضروري تلحقي الموضة، لكن فيك تزيدي أشياء كتير بسيطة وكتير ناعمة على بيتك لحتى تلاقي مين ما فات علي يقلك شو هالبيت المرتب شو هالبيت الحلو طالع من المجلات. فهون أنا كتير بنصح شغلة إنه لما أنت يكون عندك حيطان أحيانا بيكونوا بتلاقيهم حاطين بابيبان أو ورق حيطان مقلم وبيرجعوا بيحطوا مخدات مزركشة والقماش تبع مثلا القماش الأساسي تبع الصوفة هو مزركش وهو مخطط ومنقط والسجادة بترجع كمان فيها نقشات، تلاقي كل الدنيا تحسيها سلطة، يعني ما بتحسي فايتة انت على بيت مرتب او مريح للنظر. لهيك نقي النقشات تكون بس بمخدات او مثلا بحيط واحد بقلب الغرفة وخلي الباقي كله سادة بس كله ماشي من نفس الروح ونفس اللون. هاي نصيحة كتير مهمة يمشي عليها. طيب شو بتنصحي للغرف المساحاتهم صغيرة؟ شو ممكن تتصرف ست البيت لحد ما انه تكون مريحة للنظر بس تشوفها؟ والفرق بين القماش الصيفي والشتوي شو هو كمان؟ هلا اول شيء لحتى يكون الاوض اكبر فانت بدك تفتحي الوان الغرفة. يعني ما معقول تكون غرفة صغيرة تجي انت تحطي لها كنبايات سود
فيك تحطي كنبايه واحده سوداء او كنبايتين البريجيرات اللي بكونوا على طرف هنا تحطيهم سود، بس مو الاساسيات، ومو كل الفرش تفوتي تلاقيه اسود او كثير بني غامق لانه بتصغر الاوضه. فهون انت بدك تحطي اللون الفاتح وتدخلي اللون الغامق اللي انت حاببتي بالمخدات، بالفرول اللي محطوط على او الغطاء اللي فينا نزدته على الصوفاية، او حتى بالاكسسوارات اللي انت بدك تزيديها على البيت. كل ما بدك تفتحي تكبري الاوضه انت بدك تفتحي الالوان. والبردايه في منهم بتلاقيهم حاطين فرش بيج وكل شيء، بعدين بيجوا حاطين لك مثلا بردايه بني او مادي غامق مغمه وحجبه الضوء تبع الشمس، فهي هون عطت هيك صغر للاوضه. بتلاقيهم كمان انه ايه ماشيين هن على القواعد وحاطين مرايه مقابل الشباك عشان تعكس الضوء، لكن البردايه اللي حطوها على الشباك هي حجبت هذا الضوء، والمرايه ما عاد لها وظيفه ابدا انها تكبر المساحه. تماما. يمكن بتحتاري احيانا بين ذوق الشب والبنت، بيكونوا جايين يلاقوا بيتهم فبيقول لا هيك هون، لا هي هون. اخر شيء انت بتكوني الحكم بين، لا هي اكثر شيء هي اللي بتربح بالاخر. يعني اجباري. ياما كابلز بيجوا مثلا بتلاقيها عملت اوضه النوم روز وانا ما قدرت اغير فيها ولا اي شيء ولا شيء. خلص تكون عنيده وخلص هي الزبونه اللي ما بتحكم معها تسر عليه بدي هيك هيك خلص اعملي يعني. لا بس هلا في منهم خلص بيعرفوا انه يعني فينا نغير له ذوقه، انه لا احطي مثلا تكايه. طب ليش جاي عن مهندس الديكور اذا بدها تعمل روز؟ يعني ما في، يعني خلص هو ذوق، هو ناس طبيعه يعني. لكن في كثير نسوان اجوا لعندي وعروسات عملوا اوض نوم، حطوا مثلا كنبايه لنفرض مخمل لونه روز فاتح، ودخلت فيها مخدات فيها مورد ناعم، وظلت الاوضه بيج ورمادي فاتح وهدول الالوان، بس هي دخلت اللون اللي هي بتحبه وما استغنت عنه ابدا. فما فيكي يعني، هي شغله اتفاق بيناتهم. انا ما دخلني دائما عم شوف قصص جديده بخص هندسه الديكور بالموضه. هلا بالبيوت عم بيحطوا على الحيط هيك اشكال صحون كثيره بتكون مثلا حيط واحد، شو رايك بهي الموضه؟ يعني حلو الواحد يستخدمه هلا لبيته اذا عنده بيت جديد بده يفرشه جديد يعمل هذا الديكور ولا لا؟ تنصحي؟ هلا ليكي، هلا لما انت بيكون عندك اكسسوارات بالبيت وبدك تحطيهم، فلنفرض انت عجبتك فاز صغيره تمام، وهلا دارج الفاز اللي هو ساده ساده ما فيه اي شيء، بس انت بتحطي كم ورده فيهم او بتحطيهم فازات لحالهم تمام، حتى الصحون اللي على الحيطان. لكن هون في قاعده كثير مهمه، انه اذا بدك تجيبي تحطي فازه او تحطي صحن خليهم بعدد مفرد، يعني يا 3 يا 5 يا 7 يا 11. شو السبب؟ هيك هذا الرقم السحري بعالم الديكور، لانه انت لما بتطلعي بمجوز فانت بتملي 3 بتحسي انه لا لسه انت مشدوده لهذا الشيء وبترجعي بتطلعي عليه مره ثانيه. هي نفسيا بعلم الديكور نحن بندرسها، وبتزيدي انت نفس الشيء، يعني بتحطي كتب مثلا حد بعضها فهنا بيلفتوا نظر، كادرات صور حد بعضها فهنا بيلفتوا نظر، وكمان الصحون على الحيطان حد بعضهم فهنا مجموعه كامله من نفس الروح لفتوا نظر من دون ما انت يعني يلي حابب يعملهم انه كثير حلوين عم بيعطوا لمسه كثير حلوه واضافه رائعه على البيت. بالنهايه هي ذوق. اكيد هي ذوق. اكيد بنتشكرك لوجودك معنا، نتمنى لك اكيد التوفيق رولا. اهلا وسهلا. اكيد كل التوفيق. عالم الجمال هو عالم واسع، عالم الجمال مو بس بالوجه ولا اللبس، وايضا بالتفاصيل الصغيره يلي ممكن تعطي لحياتنا ابتسامة وتفاؤل، بس تفوتي على البيت تلاقي طاقته إيجابية. هيدا التفاصيل يلي حكينا فيها معك رولا حداد، شكرا لوجودك. شكرا لكم. أكيد يا سالي وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وأكيد تمنياتنا تبقوا بألف خير دائما. تحيتي الأولى والأخيرة لجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب. ولهم نكون وصلنا لختام مشوارنا، ويعطيك ألف عافية يا سالي. يعطيك العافية سمر. أكيد نتمنى لكم مشاهدينا بقية نهار يحمل كل الحب كل الأمل وكل الطاقة الإيجابية. إن شاء الله نكون قدرنا نسلط الضوء على مواضيع بتهمكم من المتحف الوطني بدمشق. كل الحب لكم، نلقاكم باي.